مساء الخير، اهلا وسهلا فيكم مشاهدينا بحلقه جديده من برنامج توني خليفي مباشره عبر قناه الجديد. تحيه لكم وين ما كنتوا عم تشوفونا على جميع الاراضي اللبنانيه، او حتى اذا كنتوا عم تشوفونا خارج الاراضي اللبنانيه بالدول العربيه وحتى بالدول الغربيه. تحيتنا لكم جميعا. حلقه الليله بوعدكم انها رح تكون حلقه دسمه بمواضيعها رح نناقش فيها مواضيع كثير مهمه. خلينا نشوف شو هي ابرز هالمواضيع بهالفيلم الصغير. بحلقة الليلة من طوني خليفي، بعد فيديو الأم المحرومة من زيارة قبر بنتها والردود عليه، شو رح تقول الأم بأول ظهور إعلامي معنا الليلة؟ ماما عم تسمعيني أنت؟ هيني حدي، يلا عبودي، عبودي إخوان أنت عبودي كلها مشتتة. بنتي رشمتت يا الله! يا الله! لأول مرة من داخل الحجر الصحي بمستشفى الحريري، هيدا هو وضع الممرضين والمرضى. الدواء يلي داول اسمه بلبنان لعلاج الكورونا، هل هو فعال؟ بفيد شوي بالكورونا بس بضر اكثر بالكبد. التسجيل الصوتي للحجة وجيهة بين كمية الهلع. وزرع بسمة وسط الخوف. بكل اسف يبدو انه صار عندنا مشكله صغيره، ولكن مواضيعنا لليله مثل ما سبق وذكرنا انها رح تكون مواضيع كثير مهمه وكمان مواضيع يعني تستحق المتابعه. ولكن قبل ما نبلش بمواضيعنا بدي اتوجه هيك بكلمه صغيره. يعني انا دائما بقول لكم ما بحب الوعظ، لانه ما بعرف ليش نحن دائما بهالبلد سلبيين الى هذه الدرجه. ليش نحن بهالبلد دايما بدنا نفرجي الأمور السلبية ونركز على الأمور السلبية تنمحي إذا بعد في شوية إيجابيات بهالبلد وبهالوطن وبحياتنا اليومية؟ يعني ما بيكفينا إشاعات، ما بيكفينا كذب، ما بيكفينا فبركات، ما بيكفينا تلفئات، ما بيكفينا تهويل على بعضنا وللناس، ما بيكفينا شتايم لبعضنا على مواقع التواصل الاجتماعي. يعني نحن اليوم بعد بدل ما نكون عم نفتش على بصيص الأمل الصغير لأنه إذا ممكن يبين، ما عم نبرم إلا بقلب العتمة وعم بنبين العتمة وعم بنبين أنه لبنان بلد انتهى، لبنان بلد خلص صار يعني ما بقى ينعاش فيه، بلد صار أسود، ناس سود، قلوبنا سود، اقتصادنا أسود، سياستنا سودة. طبعا في بهيدا البلد ناس سود، بالسياسة في ناس سود، بالاقتصاد في ناس سود، بيناتنا نحن كإعلام في ناس سود، بين المواطنين العاديين في ناس سود. بس ليه ما بنفتش عن البيض؟ ليه ما بنفتش على النص المليان بالكباية تنعطي حالنا ونعطي غيرنا شوية جرعة أمل؟ خلينا نبلش بقصة الكورونا مثلا. مبسوطين كتير نحن هالقد بالتهويل على بعضنا، كل 5 دقايق وحدة بتسجل فويس وبتبعته وبتنشره كأنه العالم رح يخلص بعد 3 دقايق. إنه شو استفدت؟ يعني إنه شو استفدنا أو شو استفدت؟ كل 5 دقايق بيوصل لك خبرية. هاي الموضة الدارجة مثلا بيحطوا لك نقلا عن الجديد، نقلا عن الـ LBC، نقلا عن الـ MTV، نقلا عن المنار، نقلا عن الـ OTV. بعد شوي بتطلع المحطة بتقلك يا خيي أنا ما إلي أي علاقة بهيدا الخبر من أساسه، والخبر مش من عندي، هيدا مفبرك. طيب نحن شو عم نستفيد؟ نحن شو عم نعمل؟ شو عم نعمل بحالنا؟ شو عم نعمل ببلدنا؟ اليوم طلع دولة الرئيس البروفيسور حسان دياب، طلع بلقاء مع السلك الدبلوماسي الفخري، كان في عنده كلمة. طيب أنا سائبت أني قاعد عم بحضر هيدي الكلمة، حضرت الكلمة كاملة، بتفاجأ على السوشيال ميديا أنه شايلين شقفة من هيدا الخطاب وكابينه على السوشيال ميديا بشكل أنه رئيس الحكومة عم بيقلكن أنه البلد انتهى، البلد خلص، البلد مات، نحن مش قادرين نعملكن شيء، روحوا شوفوا شو بدكن تعملوا. وقفوا هون، ما كملوا الجزء الإيجابي من هيدا الخطاب وبلشت التعليقات على رئيس الحكومة. خي عندكن مشكلة مع رئيس الحكومة، عندكن مشكلة مع السلطة السياسية، عندكن مشكلة مع كل هول العالم الفاسدين بالبلد اللي منهم فاسد ومنهم مش فاسد. بس مش معناتها أنه نحن بدنا نخلي العالم والبلد وكل الناس فاسدة بالقوة. يعني صرنا عم بنخلي الناس بالقوة، يعني بالقوة كل الناس بلبنان مع كورونا، بالقوة كل الناس بلبنان فاسدين، بالقوة كل السياسيين بلبنان بدهم يقتلوا شعبهم وسارقين شعبهم. لا يا خيي، لا، بهيدا البلد في ناس مناح وفي ناس عاطلين
وفي ناس سيئين وفي ناس حابين يبقوا بهالبلد وفي ناس هني بدهم يفلوا من هالبلد. في المنيح وفي السيء، لا دائما بدنا نبرز الوجه السيء لهالبلد؟ ما بيكفينا صورتنا كيف صارت برا؟ اللي عاملينه بحالنا ما بيأدي، تبعدنا لحد هلا لحقين حالنا وين ما في مصيبه بنكبها باسم لبنان وباسم الوطن وباسم كل شيء بهيدا البلد. ما عم بعرف شو الاستفاده، مين المستفيد من هيدا الموضوع؟ مين المستفيد؟ اكيد ما في واحد وطني بحب بلده مستفيد من هيدا الموضوع. اللي مستفيد من هاي الامور هني ناس عملاء، ناس خونه، ناس لا وطنيه لهم ولا اي اعتبار للوطنيه ولا اي اعتبار لقيمه الوطن عندهم، ناس يعني بحبوا النميمه حتى لو على حساب بلدهم وحساب شعبهم وحساب اهلهم. انا بس بدي ارجع علق على ما ورد على لسان رئيس دياب اليوم اللي انتشر على السوشيال ميديا، هيدا اللي راح نشوفه هلا. وقامت لقيامي انه نعيوا البلد وخلص البلد وقوموا فلوا. خلينا نسمع المقطع اللي انتشر على السوشيال ميديا اليوم. بكل اسف الدوله اليوم في حاله ترهل وضعف الى حدود العجز، واللبنانيون قلقون على حاضرهم ومستقبلهم، والخوف يتمدد من الوضع المالي إلى الأوضاع الاقتصادية والواقع الاجتماعي والظروف المعيشية وصولاً إلى الهموم الصحية الداهمة. بكل صراحة لم تعد هذه الدولة في ظل واقعها الراهن قادرة على حماية اللبنانيين وتأمين الحياة الكريمة لهم، وبكل شفافية فقدت هذه الدولة ثقة اللبنانيين بها، وبواقعية تراجع نبض العلاقة بين الناس والدولة إلى حدود التوقف الكامل. طيب نشروا لهون وقالوا إنه رئيس الحكومة نعي الدولة ونعي البلد ونعي الوطن، مش دفاعا عن رئيس الحكومة ولا دفاعا عن حدا سياسي بهالبلد أبدا، بس ليه نحن بدنا نشوه الحقائق بهاي الطريقة؟ لمصلحة مين؟ خلينا نشوف شو مكمل كان دولة الرئيس بعد يعني بخطابه واقتطعوا بس ليفرجوا انه نحن بهالبلد انتهينا وخلصنا وعم ننعي البلد. خلينا نشوف هو شو مكمل. لكننا مصممون على تفكيك هذه التعقيدات وعلى الانتقال بلبنان الى مفهوم الدولة ومعالجة المشكلات المزمنة. هذه الحكومة اختارت أن تحمل كرة النار وهي تعمل على تخفيف لهيبها. إن الأيام المقبلة ستشهد حسم النقاش لاتخاذ قرار مفصلي لهذه الحكومة، لأنه يشكل محطة هامة نحو رسم معالم لبنان المقبل. أنا بدي أسأل السؤال، أيه أهم للبنان ولقلنا كمواطنين ولشوية تفاؤل، المقطع الثاني ولا المقطع اللي نشروه على السوشيال ميديا؟ المقطع الأول المجتزأ، شو الهدف؟ شو الهدف؟ ما بعرف إنه شو الهدف. بدكم تموتونا بالقوة تنجيب شوية لايكات، تنجيب شوية تعليقات، تنعمل إنه بلبلي بالبلد، شو الهدف؟ يا جماعة البلد خلص، البلد مات، عم بنموت نحن وعم بنموت كمان، بدنا نفتري على بعضنا وبدنا ننشر عرض بعضنا وبدنا نكذب باسم بعضنا؟ ما بعرف شو بدكم، شو بدكم؟ في ناس بهالبلد صالحين ومستعدين يقدموا ارواحهم في سبيل هيدا البلد، وشفنا منهم كتار نزلوا بالساحات وعلى الطرقات، بس في ناس قاعدين على السوشيال ميديا ما عندهم شغله، ما عندهم شغله الا دمار هالبلد وتكسير بهالبلد واشاعات وكذب وموت. طيب وبعدين؟ وبعدين لوين بدنا نوصل؟ لمصلحة مين؟ ما عم بعرف. إن شاء الله يكون في حدا سمع. هلا قبل ما فتنا كمان بعتين بيان باسم وزارة التربية إنه إنهاء العام الدراسي، خلاص إنه قرروا وحاطين إمضى للوزير إنه انتهى العام الدراسي وما بقى في عام دراسي السنة. طيب يا خيي بعد شوي بيطلع تكذيب. طيب ما عم بفهم شو المصلحة من هيدا الموضوع، شو المصلحة؟ ما عم بفهم. بخلال هالأسبوع فيديو طبعا شغل الرأي العام بشكل كتير كبير وهز الرأي العام، هي صورة هالأم اللي عم تبكي على مقبرة بنتها من خارج السياج الحديدي اللي يقال انه وضعوا الزوج او الطليق منعا لانه الأم تقدر تشوف بنتها او حتى تزورها بقبرها.
هيدا الفيديو خرب الدنيا ورجع فتح أبواب كتير كبيرة على المحاكم الشرعية والجعفرية والروحية عند كل الطوائف اللي هي عم تعتبر أو اعتبروها إن عم تظلم الأم والمرأة دائما لصالح الذكورية. وأكبر برهان هيدا الفيديو اللي صار. ولكن بما أنه انتشر الفيديو أو ما أن انتشر الفيديو حتى بلشت كمان تطلع ردود أخرى ووجهات نظر أخرى. السيدة المفجوعة ببنتها خصتنا بلقاء مباشر رح يكون بعد شوي معنا باستوديو. أنا بتشكرها أنه تحاملت على جرحها وقررت تجي تقول اللي بدها تقوله من منبري. أنا بوجه لها تحية. أيضا الوجهة الدينية وجهة النظر الدينية نحن ما بنغيبها، رح تكون بحضورها وبحضور بعض كمان الناشطات لحقوق المرأة اللي كمان كان لهم تفاعل قاسي تجاه رجال الدين. خلينا نشوف بالأول زميلتنا زهرة فردون كيف قدرت توصل لهذه السيدة وترفقها إلى مقبرة بنتها للمرة الأولى، ونشوف هالمشاهد اللي هي مشاهد بتوجع يمكن اكثر من الوجع. خلينا نشوف. هي نجت لعندك يا ماما، انت مشتهيت لها، انا مشتهيت لك يا عمري. ولا لبستك الابيض ضيع على ضيع، ولا ضيع فستانك وضيع بايدي. مع السلامه يا صغنيني. بعدني لحد هلا مش عارفه ليش بنتي ماتت. يعني أنا ما عم وجه اتهام لبيا، قايل إنه هي كانت عم تلعب بالفرد وطلعت ضرب فيها وماتت. أنت وبيا لمايا مطلقين؟ إيه، نحن صرنا سنتين وثمان أشهر وشوي مطلقين. من وقتها بعدك عن بنتك؟ إيه، من رفيقة بنتك. أنا رفيقتها. كنت عم بحكي أنا رفيقتها لمايا، كانت مشتاقة لك وكانت ما احتجت لك بين فترة. كانت تقول لي يا ريت لو إنه فيني رح أشوفها. كنت طلع ناطع صار عمرها 14، كنت بعد راس السنة بدي أرفعها دعوة كان فيها تختار، بس هي استعجلت وماتت. وأنا اللي بعرفه كيف انقتلت بيا ما بعرف إنه شي بالدولة. هي بعرف كيف انقتلت بيا شي بالدولة. هو في عليه أعداء وهيك. في عليه أعداء. كنت تقلي بهيدي الفترة إنه أنا خايفين كتير وحاسي إنه في شي. أنا بكتفي بهالقد. خايفة تروحي على المدفن زوريا؟ أنا لا، ما بعمل، ما بخليك تربيها. أنا خايف يقتل أختي. ما رح تروح. والله ما رح. الو؟ الو؟ ايه علي. ايه؟ لينا لينا. بدي اجي على قبر مايا. انتي ماخذي اختي على قبر بنتي. اختي بحمايتك. خايفة منه؟ لطريقك؟ انه اذا مش رحم قلب طفل صغير بقبره، بده يرحمني لإلي. يا عمري. يا عمري كنت يا الله فوق الشق حرقة وقبر، وفوق القبر ما في يشوفوا يا ماما. هيدا بدي الضمان. ومايا مدفونة لفوق شوي قد قد يا الله. بحس هون انا وقفت، هون انا وقفت ورشيت وردة على بنتي ومن هون انزعجت. خلص طلعوا لبرا، خلص يلا طلعوا طلعوا. هيدا قبر مايا هون يا عمري، وهيدا الشبك وهيدا الحوابي. وقف وقف شوي زلمة، شوي زلمة، ما تخافي. كنت ناطرة ايدك يا ماما للنهار يا ماما. نطرت سنتين وكنت على امل بدي اشوفك يا عمري. صبريني يا شهيدي مظلومي. ليه عم تقولي شهيدي؟ لأن بنتي ما بتلعب بسلاح. ليش كنتي خايفة يا ماما؟ قالوا لي كنتي خايفة. كان قلبك محروق مثل ما قلبي محروق. خليني واقفة من هون، ما عادش فيي بدي اقعد بالقبر. ما عادش فيي غير مخلي يدي من هون. كيف شفتي على بعيدك؟ لا. توصلنا مع المجلس الشيعي الأعلى، قدرنا نتوصل لأنه ينفتح باب ممر لإلك. هيا فتحتها عادي، ما في أي عائق. هذا السياج طبيعي على جنب الطريق، حتى البوابة ما إلها أي قفل. يعني هاي من جوا البوابة. هذه البوابة جد حاولت تفت منها لما جيت، كان محطوط لها الجنزير وقفل. هلا فينا نفتحها. هلا هي فينا نفتحها.
بنتي بدي اجي اقعد حد الدنيا خلص. اسمعي الباب مفتوح يا ما يا لا لا الباب مفتوح الباب لا لا هن بقول لكم ايه هلا بس بعدين بيعملوش هيك مش بقدر يا الله هي حقوقك يا الله بس بقدر حقيقة الموت يا الله بنتي ليش ماتت يا الله يا لينا استاذ انا جيت لهون عشان صغيرتي صغيرتي عندها فوبيا من الفرد صغيرتي ما بتحب الفرد مستحيل تحب الفرد صغيرتي بتحب الحياه وصغيرتي يوم اللي ماتت كنت منزلي فيديو قبل بساعه وساعه ونص مستحيل بنتي ما بتتصور بالفرد ولا بتحمل فرد ولا بعمرها حملت فرد لما كنت انا عايشه انا وبيا كانت هي نامت 12 سنه بقلبي حدي هون انا نام وهي بالنص وبيا هون ومرات بيا يقوم من هون يحط فرشه على الارض تقول له خد فردك من حدك وانا انا وبنتي نامت 12 سنه بقلبي بعدين انا جاي لهون لانه صغيرتي مقوسة عن بعد متر اللي بده يلعب بالفرد ما بيتقوس عن بعد متر أنا محامي أستاذ محمود خليفي قال لي إنه بنتك مقوسة عن بعد متر هذا تقرير الطبيب الشرعي أنا لما رحت عند مايا وقلت لها يا شهيدة أنا هونيك كان عندي الحرقة كان عندي حرقة وكان عندي فخر كنت مفتخرة ببنتي لأنه أنا كنت متأكدة إنه بنتي ما بتنتحر بس لما أنا شفت تقرير الطبيب الشرعي أنا تأكدت قد إيه عمرها مايا؟ بنتي مايا ب 11/12 تبقت ال 14 سنة بنتي ماتت عمرها 14 سنة و 14 يوم و 14 ساعة ويوم أربعة عندي فوبيا من هند نهاية النهار الأربعة أنا هلا رح خليني أحس إنه مايا بعدها غايبة عني سنتين أنا جاي هون من عم منبرك أنت أنا لازم أكون قوية يا ماما صغيرتي أنا بدي أكون قوية أنا لازم أكون قوية لأنه أنا كنت متأكدة أنا ربيتها 12 سنة لبنتي نحن لما انطلقنا كان عمرها مايا 11 سنة ونص أنا ضليتني مع طليقي مع طليقي ومع أولادي ضليتني 5 أشهر وشوي بالبيت بي شهرين سحبي وحدي من بعد الشهرين هول 3 أشهر زعبني رحت عند خالتي فيك تتصل فيك تحكي مع أهل أنا كلهم أنا اللي بدي أوصلك يا مش مهم هلا شو صار بيني وبينه هيدا مش مهم يعني أنا نامت بنتي بحضن 12 سنة من بعد 12 سنة أنا انحرمت من بنتي هيدا كمان مش موضوع هيدا في ظلم الله بياخده الظلم إن ظلمته أنا وبنتي الله بياخد الحق بس أنا هون من عم من منبرك أنت بنتي مقوسة عن بعد متر هني قالوا كانت عم تلعب بالفرد وماتت اول شيء اول نبأ نزل على التلفزيون على الاذاعات على المواقع انه البنت في صقر لبيها وما بعرف شو حكي من هالنوع ومافيات وما مافيات اخذوا الصقر من البنت انا هون لما انفجعت ببنتي وخبروني على بنتي خبروني انه بنتك ماتت ضعت انا ضعت استاذ بس لانه في عندنا نقطتين اساسيتين في النقطه اللي تعاطفت معك الناس عليها هي انه انت حرموك حتى من بنتك بما ماتت إيه؟ انت اليوم عم بتصيري موضوع تاني على الهواء عم بتصيري موضوع كيفية او كيف قتلت او كيف ماتت مايا يعني نحن اليوم صرنا بموضوع تاني يعني هداك الموضوع انا برأيي يجب إثارته ولكن يجب متابعته انا إيه؟ انا بعمري لا تصورت على مواقع ولا صحفيه ولا شيء بعمري انا فيسبوك يمكن من 5 أشهر نزل صوره لإلي بس فرض علي الزمن وفرض علي دم مايا انا من عم منبرك اللي بوصل رساله لكل العالم اجي واحكي بموضوع مايا طيب. لانه انا بدي شو صار مع مايا ومين قتل مايا يعني انا لما بنتي مش لما بنتي انا مقوسة عن بعد متر يعني بنتي مش مقوسة حالها بنتي ما بتنتحر هيدا حقك وحق مايا ايه
انه ينعرف حقيقه كيف هذا موضوع الاساس توفت مي. بس نحن اليوم بموضوع تاني. يعني بعد ما انتشر هيدا الفيديو وتعاطفت معه الاف الناس اللي شافوه، طلع شيء تاني بالمقابل عم بيقول انه انت تقصدتي تصوري هيدا الفيديو بهذه الطريقة من أجل إثارة الرأي العام، لا تقدري تنقضي على زوجك أو على طريقك. مستحيل، هن بيعرفوا كل اللي قالوا على موقع التواصل الاجتماعي. نعم. كل اللي قالوا بيعرفوا نفوذ علي إسماعيل وجبروت علي إسماعيل شيل كل شيء على جنب، في بينه وبينك دم مايا، هلأ ما عم شهر فيك أبدا، ما فيك تحمليه دم لا دم لا مايا. ما عم شهر. العالم اللي قالت هيك اللي ما في بقلبها رحمة، ما في أم بتمثل على ولدها، ما في أم بالكون بتمثل على ولدها. أنا لو كانت مفتوحة الطرقات قدامي لأوصل لعندها كنت وصلت، أنا كنت وصلت بالهين. أنا بالليالي كنت عم روح وإني ما عم يعرفه، كنت حاول إني روح ما حدا يخدني، حتى طلبت من ابني حتى في معاي هلا تسجيل لصاحب ابني الساعة 3 بالليل عم بتصل فيه إنه تاخدني. رجع قال لي حمودي ابني ما تدخلي رفقاتي بالموضوع يا ماما. أنا وقتها كان قايل لي قبل بيومين المحامي إنه بنتك مقوسة عن بعد متر، كان جايب تقريرها طبيب الشرعي. لما عرفت بنتي مقوسة عن بعد متر أنا حسيت إنه بنتي مستعجلة. نزلوا لك على السوشيال ميديا بعد هذه القصة تسجيلات لمايا الله يرحمها بصوتها، إيه؟ عم بتقول إنه هي ما بدها تشوفك وما في أي علاقة بينك وبينها، وأنت ما بتسألي عنها، وأنت تركتيها وفليتي وتزوجتي وما سألتي عنها. انه عم بيقولوا انه اذا مايا هيك كانت علاقتها بامها، ليش عم بنشوف هذا الوجه الاخر كنت اليوم؟ انا روحها ومايا كنت انا عمرها ومايا كنت انا الامان اللي لها. طيب بس بدي سمعك، بدي سمعك تسجيل تقولي لي اذا صوت مايا، بس خلينا نسمع التسجيل وتقولي لي اذا صوت مايا ولا لا، لانه في ناس شكوا. خلينا نسمعك بس انت شوف هلا التسجيلات شو بتقول. صار لي شي سنه ونص مش شايفيتها ومش حابه اشوفها وهيك. لك والله مش عم بمزح معك، ما بعرف وين. I don't know لو بعرف مش حخبى عليك، مش حتختالها مثلا، لأنه هي صار لك 3 سنين مطلقة وما بدها تشوفنا وهيك. وقتها أنا كنت بحاجتها كأم، هي ما كان بدها تشوفني، هلأ صار بدها تجي تشوفني، أنا ما قبلت، فما بعرف وينها وما بهمني أعرف. وإذا حدا أجا بده يقلب له بليز ستوب، ماني حابة أعرف. هيدا صوت بنتي وهو حكيت بنتي، وبنتي مضغوطة على أمرها. بس أنا بدي أقول لك في شغلة خليني دوّع عليها وهي المهمة. أطفال اللي عمرهم 14 سنة، اللي بعمر مايا، اللي بصف مايا واللي بمدرسة مايا، ما بدي سمي أسماء. لما بنتي بتندفن ب26 الشهر بنتي بتندفن، ب28 الشهر بفوت حدا من أكاونت مايا، بيبعت مسج من اكاونت مايا، بقوم هيدي بعدها مايا بالجروب معهم، بقوم حدا بيراقبهم. مايا عم تحكي، ما مايا ميتي، هالطلاب اللي عمره 14 سنه مش بارقين مثل مايا، مش بيحكوا بكل شفافيه طبيعي؟ بكل شفافيه بده يحكوا كل شيء عندهم من قلبهم شفافيه. لما بفوت واحد وبيحكي معهم باسم الدوله وهول تشتت معي وبيرعبهم كلكم بدكم تروحوا على رومي، ونحن عارفينكم كلكم مين، ونحن عارفين انه مراقبين، واذا بين البنت بيعرف انه انتم عم تحكوا بقصه البنت، انه كانوا عم بيحطوا فرضيات انه مايا ما بتنتحر بهالوقت. طيب. بفوت واحد بيرعبهم باسم الدولي، شو بدك الطلاب يعملوا؟ خليني كفي استاذ سون، بس الكلمه عندي اياها، خليني بس على هالموضوع بدي ضوي. انت عم تقول مايا هول تسجيلات، سمعت انه هيدا صوت بنتي. بهيدا الوقت انا كمان مايا بعتت تسجيلات لرفقاتها اللي هن من طرف هي اللي فيها اللي هي جايه توثق فيهم ان هن ما راح يوصلوا لبيا. بتقول لهم لرفقاتها، بتبعت لهم كل شيء، هي حابه تشوف ماما وبدي ماما وانا بحاجه لماما، وماما مش مجوزه وماما مش مسافره وما عندها اولاد وانا دلوعتها. مزبوط انا صار في زواج، هلا بقول لك قصه الزواج ما بيهمني، ما بيهمني، ما راح انقرها انا، لا ما بيهمني، ما بيهمني، تدور عليها. بس انا بيهمني، انا بيهمني ستينا، انا وصل مشاعري، انا وصل مشاعري، وانا الاسلام ما بيقول لي تجوزي لحظه بس شو اتجوز، ما بيهمني المواضيع الخاصه، مواضيع حياتك الخاصه. بس دوع هيك لانه كل اهل بلدي طلبوا مني وانا معي تواريخ. تفضل. مزبوط صار في زواج من بعد 6 اشهر، انا كنت مطلقه مش من بعد، انا 3 اشهر من ابعد شهرين قبل ما تخلص عادتي. انا وصل مشاعري وانا تحت طاعه ربي، وانا تعلمت احب الزهراء والامام الحسين ومش على خطاهم.
من بعد 6 اشهر صار في زواج جمعه، جمعه من 17/11 ل 22/11/2017 بهيدا التاريخ انا تزوجت وتم الطلاق. هذا موضوع بيخصني انا. طيب ما لانه بيخصك انا ما بدي فوت فيه. انا بدي اقول لك بدي بس لحظه شيء. لحظه ست لينا، ليش مايا ليش بدك تطلع الفويسات؟ انا بدي مايا. انا بدي فوت على اللي قاله محمد اسماعيل اللي هو ابنك. ابني بيقول اول شيء ما بقى حدا يحكي شيء ما بيفهم فيه، صح. وتاني شيء ايه هيدا صوت اختي ويلي ما مصدق عندي فويسات بتشات بيناتنا ما حدا كذب. بعدين واخر شيء مايا كانت تحلف بالله والامام علي والعذراء هيك ربينا بي، ومثل ما عمل لها مجلس عزن عمل لها قداس. مزبوط. والحقيقه كلها وحتبين بس شويه وقت، ويلي ما كان عايش معنا ما يقوم ضدي وهو ما عارف شيء. واهم شيء في بوابه للمقبره فيكم كلكم تروحوا تشوفوا، ما رح احكي وافضح خصوصياتنا. طيب انا بدي جاوب ابني هلا من هالمنبر من هون. ليك ماما انت بعرف انه مضغوط على امرك. طيب لحظه شوي، انا بدي جاوب ابني على هيدي الرساله. يحو معنا على الخط ابنك. يلا محمد مساء الخير. مساء النور استاذ. تفضل. الوالدة بدها تتوجه لك بكلام معين تنوضع حد لكل الإشاعات اللي عم بتصير. أستاذ سوني، أستاذ سوني، أنا بدي أفوت بالنقاش مع حدا ومش جاي لحتى أعمل نقاش، يعني جاي بدي أوضح كم شغلة. تفضل. انحكوا على الإعلام. تفضل. من عائلتها ومن هي ومن العالم. ماما انا ما نزلت ولا كومنت. خلي يحكي ابدا يا خلي ماما. يحكي بس عمالي معروفه، عمالي معروفه. ماما خلي يحكي ست ايه ماما احكي اللي بدك اياه يا عمري. انت ابنه ما يا بنتي. تفضل محمد عم بسمعك. محمد عم بسمعك تفضل. اول نقطه، اول نقطه الجرثه مش لنا مثل ما انت قريت، كنت عم بسمعك كنت عم تقرا الكومنت. الجرثه مش لنا ولا بعمرنا تجرثنا. ايه مزبوط. نعم. على موضوع الجرثه بس يا ماما انا ما كنت عارفه عم بتصور، صدقني وحياة عيونك. ثاني شغله العالم اللي طلعت حكيت وثبت بي وثبتني وثبت الابصر شو، وعلي اسماعيل مافيا، وعلي اسماعيل ابو عصابات، وعلي اسماعيل قتيل قتلة. شو عندكم؟ تفضلوا في قضاء وفي محاكم وفي الدنيا، شو اللي عنده اثباتات على كلامه؟ كل انسان حكى كلمه عنده اثبات على هيك، تفضل ارفع دعوه. وما عادش في شيء مخبى يعني، والله لحتى يقولوا انه القضاء بينشر وبينباع، ما عادش في شيء مخبى، صارت قضيه راي عام. ما صار ما بقى في شيء مخبى ابدا يعني. 100% ماما صارت قضيه راي عام، ماما 100%، انت بتعرفي يا ماما شو في بينه وبينك، ماما. موضوع ثاني شغله، موضوع انه كانت هي محرومه انها تشوف مايا لما كان مايا بعدها عايش، مضبوط كانت محرومه. وزي استاذ سوري بتحس تعرف السبب، انت انسان واصل، بتطلع تحري صيدا في ملف من اوله لاخره، بتقرا الملف وتبينه انت للعالم، عرفت كيف؟ ساعات العالم بتعرف ليه هي محرومه. ماما 100%. انا بدي لك كلمتين يا ماما، انا هيدا هلا مش موضوعي، هو ليك له الحساب على جنب. انا قلت لك كلمتين، مايا القلب وانت الروح. الروح بعدها عايشه بس دفنوا لي قلبي. ماما انت هلا هون وصلت رساله زيد على الموضوع ويقول على اسماعيل وعلى ماما. انت وصلت رساله للعالم، انت بتضلك ابني وابن قلبي وابن روحي. ماما كل شيء بينه وبينك هي موجود معي، وبينه وبين بيك موجود معي. ماما انت ابني. انا في كلمتين بدي اقول لك اني لحظه استاذني محمد. محمد بس بدي استاذنك محمد. حمودي حمودي بدي استاذنك بس باخر كلمتين بدها تقول لك اياهم الوالده، كلمتين بس وبنختم الاتصال. حمودي ماما انت بتعرفي كثير مطارح انا مظلومه فيها، انت الذئب بالذات بتعرف يا ماما انه في كثير مطارح انا مظلومه فيها. موضوعي هلا مش موضوع لا تحري صيدا ولا غير صيدا، هول مواضيع بنلجأ لهم بعدين. انا يا ماما مثل ما انت روحي ما يا قلبي، انا جاي بس بدي اعرف بنتي كيف ماتت. ماما شو بدي باخواتي شو بدي بالدنيا كلها، انا جاي محمد لهون. خلينا نوقف. بنتي كيف ماتت يا ماما؟ طيب ما بدنا نفوت بامور عائليه. بنتي يا ماما. محمد انا بدي اتشكرك، بدي اتشكرك وان شاء الله يكون فداكم. مايا يا حمودي، مايا حمودي، مايا يا ماما، مايا حرام يا ماما، حرام. لينا تفضل تفضل محمد اخر كلمه يا مول معروف. قعدنا عم بحكي معه وحدا بس لما توصل للجرثه وتقبيط الحكي منها ومن عائلتها. نحن ماما ما طلع ولا كلمه على لساني، انت جد بس بدي اقول كلمتين استاذوني، بس بدي اقول كلمتين. محمد شكرا شكرا لك، شكرا لك على هذه المداخله. لينا انا بدي انتقل لموضوع اخر، بدي انتقل لفضيله الشيخ. بعد كل اللي سمعته راح اقرا لك شو انكتب، يعني بمجرد ما نزل الفيديو تبع لينا على السوشيال ميديا كتب، بلش فيه تعليقات كثيرة، بس من بين تعليقات رح أخذ بعض الأسماء اللي هي معروفة وناشطة بحقوق المرأة مثل الزميلة زكية ديراني
بجريدة الأخبار، ولكن طبعا عم تكتب بصفتها الشخصية. أكثرية رجال الدين على اختلاف أشكالهم وذوقهم هم بلاء المجتمع، في حضانة الأم يجعلون النساء شين أوكي شتيمة لا مش شتيمة يعني مش شتيمة. يعني شي ضد رجال الدين. موقف زكية ما بتشتم. مريم سيف كاتبة كي تعيش النساء يجب أن تلتف عمامات رجال الدين على رقابهم وليس رؤوسهم. أوكي. نبيلة زميلتنا كمان وحاضرة معنا الليلة بتقول ظلم المحاكم الجعفرية في الموت. هيدا العنوان أو حتى الموت. ضحية نصوص دينية ورجالات بعمامات بالية تفرض ظلمة على النساء. اليوم حملوكم كل المسؤولية بعد انتشار هذا الفيديو للسيدة لينا، كل المسؤولية انكبت على المحاكم الجعفرية على الظلم الذي لأنه لينا ليست أول حالة، عم بنشوف حالات كتير ومرق معنا حالات كتير عم بتكون الأمهات نتيجة بين هلالين ظلم الأحكام التي تصدر من المحاكم الجعفرية أو من محاكم روحية أخرى بديانات وطوائف أخرى. تفضل. أولا أنا بدي اتشكر اللي كتبوا يعني بهالطريقة هاي، رغم أني أنا لا أوافقهم على ما كتبوا، لأنه استستوني اللي عم بيصير اليوم رجال الدين منهم معصومين، ويحق لكل إنسان أن يمارس النقد على ممارسات وأفعال، لكن المشكلة اليوم لما بتصير الأمور بتاخد منحة وخلفية أنه بتحس أنه في ناس صايرين خلص معممين ومعبئين ضد رجال الدين وبيحطوا اللوم عليهم فيما يعنيهم وفيما لا يعنيهم. أنا من الناس اللي بتعرف أنه أنا حتى بالمحاكم الجعفرية أنا عندي ملاحظات، وأنا ناس من الناس اللي بيدعوا إلى رفع سن الحضانة، وأنا أول من رفع دعا إلى رفع سن الحضانة. لكن لما توصلنا فضيلتك لما توصلنا مع فهني كلفوك جيد، يعني هني قالوا لي نحن عرفنا أنه المفتي طالب طالع معك، أنا بيشرفني يحكي باسمي، أنا بيشرفني. أنا اللي بدي أقوله بس هيدا الموضوع بحد ذاته شو دخل رجال الدين فيه؟ بس أنا بدي أحكي هذا الموضوع. رجال الدين إنه حرمينا من بنت؟ لا، حتى أقول لك ليش. الحكم اللي لأنا لبين لك أول شيء ما في حكم، اللي هيها موجودة هي ما رفعت دعوة بالمحكمة الشرعية رغم أن أنا متعاطف معها، هي ما رفعت دعوة بالمحكمة الشرعية. أنا اتصلت بالقاضي صور، اتصلت بمفتي صور وسألته، قال لي ما في عنا بالقضاء بالمحكمة أي دعوة مرفوعة من الأم في طلب الحضانة. هذه أولا. ثانيا عمر 12 سنة ما في دعوة حضانة، لأنه نحن عنا بفقهنا بنت بس يصير عمرها 9 سنين تخير، يعني الأم بتروح ترفع عند القاضي دعوة تخير 9 سنين. أنا قالوا لي 14 لحتى فرجيك أنه ما مرفوع دعوة ومنا عارفة بحقوقها. يعني أنا اليوم إذا اليوم أنا اليوم الشخص هو ما بروح لعند محامي وبيعرف شو حقوقه بالمحكمة الشرعية، اليوم المحكمة الشرعية بتطلع هي بتروح لعند الناس بتقول لهم تعوا يا جماعة شو عندكم دعاوى لحتى حل لكم إياها؟ ما في دعوة، أنت رفعت دعوة بالمحكمة الشرعية. أنا رفعت لك عندي سبب. ما في أساساً، بس اسمحي لي، ما بدي فوت بين بدك تسمحي لي. بدنا بدي فوت بين عندي سبب. لما الإنسان بيقف بيقول لك أنا الله على الأرض. جيد، ما إله علاقة. لما عارف إسماعيل بيقف بيقول لك أنا الله على الأرض بنفوذه. لما هو بيمشي هو كائد منطقة. يعني موتوسيكلات قدام وموتوسيكلات ورا. خليني أحكي يا أنا متعاطف معك. لا أنا حكيت أنت روح شوي قلبي هذا الضعف. لما الإنسان بيشتري الدولة كلها بيقول لك أنا عندي من نص دين بلدك بجيب 100 كلب وبدفع له على صباتي مصاري بدفع عليك دعوة زنا. أي قوة أنا بدي أظهر فيها وطالب ببنتي. أنا اللي بأي قوة. لما البنت موهومة إنه أنا مجوزة مسافر. ابني حمودي اللي عم يحكي مزبوط يا حمودي ماما مزبوط بدي بس البعض ابني حمودي مزبوط يا حمودي لا خليك خليني نهار يا ماما إذا أنا ما بدي أحكي طيب. فينا نسمع فضيلة الشيخ بس أنا فينا نسمع فضيلة الشيخ إذا بدك شيء نحكي بمشي بعتذر بقول لك إنه أنا الله على الأرض فينا نسمع فضيلته ما فينا نعمل كيف بدك تواجهه بعد إذا بدك تقاطعيني إذا بدك تعطيني حق إذا هو الله على الأرض احتراما لإلك إذا بدك تقاطعيني رح أعتذر وإنسحب إذا بدك إذا أنا بدي أحكي أنا بدي لك شيء أنا مش جاي أدافع عن حدا أنا متعاطف معك كأم
وانا صرني كم يوم على التلفزيونات عم دافع عن حقك الشرعي في انك تروحي على ضريح بنتك ساعة ما بدك، وانه ما حدا بحق له يمنعك عن ضريح بنتك. 100%. وزهراء بتعرف انا اول الناس اللي جيت بدك، لا اذا جاي بدكش تخلي حدا يحكي شيء ثاني. انا هلا هذا الموضوع بنحكي فيه بعدين أصلاً. بس انا حابب يا استاذ توني اكد مش دفاعا عن حدا، ولكن صدقني ما لهم علاقه رجال الدين بهذا الموضوع. اليوم اذا كان في خلاف بين طليق وطليقته، وكان في نفوذ سياسي او خلاف عائلي او سلطه داخل بلد او سلطه داخل منطقه، نحن ما بنتحمل كرجال الدين انه نتحمل كل الظروف القائمه في لبنان والنفوذ القائم في لبنان. اليوم نحن سلطه لما بتجي لعنا انسانه وما بتاخذ حق الشرعي، ساعتها إلى حق تيجي تطالبنا، بس لما هي ما اجت لعنا فما فيها تيجي تقول والله انتم وين حقوق الشرعيه. اضف الى ذلك، رغم انه انا ادعو الى اصلاح النظام المحاكم الشرعيه والى تطوير هذا النظام والقانون في المحاكم الشرعيه، وانا ادعو الى تاكيد يعني على انه التفتيش ياخذ مجراه في داخل المحاكم لحتى يشوف كيف عم تتطبق القوانين وقديش عم يصير في محسوبيات وقديش النفوذ السياسي عم يكون له دور في الأحكام. هذا كله أنا معه 100%. أنا مني جاي أعطي شهادة ورقة بيضاء للمحاكم لأنه أنا عندي ملاحظات، ولكن ما فينا كمان طيب. نيجي نقول مؤسسة مثل المحاكم فكرة وصلت أنه والله هي ما فيها إلى مكان أو ما شو ما أخذكم يعني مجموعة من النشطات لحقوق المرأة دائما لما تواجهوا أي مشكلة، إن كان طلاق أو عدم حضانة أو أخذ ولد من أمه، دغري نستهدف العمامات. يعني دغري معظم التعليقات تستهدف العمامات، يعني عمامات يجب أن تلتف على رقابهم وليس على رؤوسهم. حضرتك بتقولي عمامات بالية، بيقولوا يعني اختلاف أشكالهم وذوقهم هم بلاء المجتمع. يعني اليوم نحن اسمع وجهة نظرك بهذا. نحن لما بنشوف انه ممارسات او القوانين اللي عم تصدر عن القضاة بالمحكمة الجعفرية بالتحديد هي قوانين مشحفة وظالمة للنساء، ساعتها يمكن يكون صار في تعميم على بهيدي الكلمات. هلا بقضية لينا كيف بحق لكم تعمموا؟ كيف بحق لنا نعمم؟ نتيجة اليوم يعني اذا في عادة القاعدة، اذا في دكتور فاسد فيكم تقولوا الدكاترة كلهم فاسدين بدهم قطع رقاب؟ فيكم تحكوا هيك؟ هلا نحن اذا في مهندس منحرف فيكم تقولوا المهندسين كلهم بدهم قص؟ نحن عم نستند بالدرجه الاولى على القوانين. يعني لما بدها تكون شوفي بدي لك شغله، انتم ما عم تخدموا قضيتكم. انتم لما بدكم تخدموا قضيتكم بده يكون نقدكم موضوعي. عفوا نحن لما حضانه للصبي عمره سنتين بس خليني عفوا، فيكم تطالبوا بتعديل سن الحضانه بس ما فيكم تيجوا تقولوا لفوا العمام على رقاب المشايخ. مش هيدا اسلوب بيؤدي الى النتيجه. هيدا بيصير، هيدا من القهر. رح اقول لك شو بيصير، اليوم انتم متهمين انه انتم عندكم خلفيه ضد الدين، عم تستغلوا هذه الامور لحتى انكم تروحوا باتجاهات اخرى. لما الدين هيدا ما بده يكون عم نحن الاصلاحيين، لما الدين ما عم ندعي عم الى اصلاح المحاكم الشرعيه، نحن اللي عم ندعي الى اصلاح المحاكم الشرعيه، هيدا الاسلوب تبعكم عم ياذينا نحن، عم بيخلي الناس تروح تتعاطف مع المحاكم وبتعتبركم انتم عندكم نوع من الاجنده ضد المفاهيم الدينيه. ما بيصير هذا الاسلوب بتاعك نبيلة، انه كنت عم تحكي تحت الشيخ، تحت صوت الشيخ، ما سمعت شو كنت عم تقولي. انا اللي بدي اقوله، انا ابني هلا صار عمره سنتين، هلا ابني اذا بفيق بالليل بلاقي بيو حده ما بيقبل الا ما انا اجي. حضرتك عم تحكي بالدين، اذا الدين هدفه هو اصلاح، انتم اي اجيال او مش حضرتك، اهل القوانين اللي عم تصدر اي جيل عم تربوا، اذا الدين هو هدفه بناء مجتمع صالح، عم تعرفوا شو عم بيصير بهيدول الاولاد اللي عم بيعيشوا بلا امهاتهم؟ انا بتسمحي لي رد بحد رح رد بس بدي بمقتضى لانه محمد رجع. انا رح شيء، نحن من دعاة اصلاح القوانين. لا 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 مش انا بس لوحدي بدي اسمع شو بقول. عفوا المفتي قبلان بيقول لهم للنساء استاذ هلا هو حكم علي وقال له بيو شو بدي. انا عندي شيء، انا جاي عشان رح نسمعك لا انا جاي عشان رح نسمعك بس خليني اشوف محمد استاذ سول معلي بام فل. انا هلا جاي خليني اسمع لانه حمودي انا جاي عشان موضوع من قتل اختك. طيب بركي هو عنده معلومات بهالموضوع. محمد هلا تسكر الخط معك واتصل ببيو. حمودي انت بتضلك روحي وما يا قلبي. استاذ توني انا جاي عشان موضوع معي رح نسمعي. اول شيء نقام السياج
تاني شيء مين قتل بنتي؟ بنتي مقوسة عن بعد متر، مين اللي قتل بنتي؟ طيب محمد بس قل لي شو بدك، ليش رجعت اتصلت؟ استاذ بس كان بدي اقول شغله واحده بكل هذا اللي عم ينحكى والضجه اللي عم بتصير. والله عم يحكوا انه انحرمت من بنتها وغيرها وغيرها وغيرها، قلت لك انا في ملف بصيدا فيه انفتح واللي عم حكينا فيه هيدا، هيدا حكينا فيه، في معلومات ثانيه؟ عم 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 تتهم انه حدا قتل مايا وهيدا ما قلت ماما حدا قتل مايا، بنتي مقوسه عن بعد متر، مين قتل مايا يا ماما؟ ما وجهت انا ما وجهت. طب خلينا نسمع ولا خلينا نسمع رح اعطيك الكلام. عم تتهم انه حدا قتل مايا 100%، في حدا قتل مايا، قولوا من قتل مايا. طيب اوكي محمد شو بدك تقول، ليش رجعت اتصلت يا ست لينا؟ مين بتقوس عن بعد يا ست لينا؟ خلينا نسمع محمد دقيقه بس. تفضل محمد لخص لي اللي بدك تقوله بجمله عمول معروف. استاذ صادق عم تتهم حدا قتل مايا، قبل ما تبلش بموضوع مايا تخلص موضوع القتل اللي هي سيدي سيدي وصلت اختيار على اسماعيل هي واخواتها وهي بتعرف الجريمه. يا عيني الشغل طيب عليك طيب. هذا موضوع ثاني. شكرا شكرا هذا موضوع ثاني. ماما رح ضلك حتى رح ضلك روحي، ما عادش تتصل ولا اتصال، بدي اوصل رسالتي انا للجهات المعنيه. هلا في بنت ضحيه ماتت مظلومه، انا هون جاي وصل الصوت لعبر العالم كله. اول شيء استاذ تفضلي، انا بطالب فخامه الرئيس رئيس الجمهوريه ميشيل عون، نعم، وبطالب الاخ الرئيس باعلى الصوت الاستاذ نبيه بري والسيده رندا بري، وبطالب رئيس الحكومه حسان دياب، وبطالب السيده كلودين عون روكز، وبطالب ما عادش عارف احكي جمعيات عبر العالم كله تبعوا الاطفال. بنتي مقوسة عن بعد متر، بنتي مقوسة عن بعد متر، البنت ما في عملية انتحار. ما بقبل يا محمد، بدي اوجه هالكلمة لك، ما بقبل يا حمودة يلي ما يا قلبي وانت روحي، انت طلعتي فكرة للعالم انت وبات اسماعيل كلهم انه البنت انتحرت. استاذ سون اعطيني وقت بس، انا بدي اسالك سؤال يا حمودة. حمودي بطل معنا. ايه انا هلا عم بوجه حكيتي لابني عبر العالم يسمعوا كلهم. لما مايا ماتت يا ماما وصلت الساعة 6:15 على المستشفى، اختك ليش ضلت ساعتين بالبيت ما انتقلت على المستشفى وهي كان فيها تنتقل بخمس دقائق توصل على المستشفى الايطالي؟ هي واحدة. اثنين يا حمود، بايك ليش بده يتركها قدام المستشفى برا ويعطيها للنرسات برا ويفل؟ بايك لون راح. هي الوحدينية على بيت اسماعيل، بنتي مايا الوحدينية على بيت اسماعيل. بات اسماعيل من الساعة 6:15 25 لحظة استاذ، هيدا موضوع بيروح بملفه كاملا على القضاء. خمسة بس انا هيدا ملف ما بنقدر ما بنقدر نحن. هي مهمة يا ست لينا، 25 الشهر يا حمودي، ليش بات اسماعيل كليات المايا الوحدينية على هالعائلة من 6:15 ست لينا لتاني يوم الظهر ما حدا حضر منهم؟ نحن جايين ولا حدا بات اسماعيل اجى؟ ست لينا بس مش بات اسماعيل كلهم عائلتك ست لينا، جدك وبيك وين يا ست لينا؟ لما انت جاي تصفي حسابات مع بات اسماعيل، نحن ما قلنا بهذا الموضوع. انا قلي بموضوع انه انت عم بتقولي محرومي من بنتك، حرمينك من بنتك، القضاء الشرعي ظلمك وظلم بنتك، هيدا موضوعي. مشكلتك مع جوزك مش موضوعي. مشكلتك مع بيت اسماعيل مش موضوعي. كيف قتلت مايا هيدا موضوع القضاء وليس موضوعي. خليني بموضوعي. انا نشأت المعنيين، خليني بموضوعي. خلصنا فائدة شيخ، عندك بعد أنا كلمة؟ أنا مايا يعني مش الموضوع اللي جايين كرماله. مايا كيف ماتت؟ ما صرنا بغير موضوع، لما صرنا على الهواء صرنا بغير موضوع. احنا كل شيء بدنا نقول. شكرا لك سماحة المفتي، شكرا لك ست لينا، شكرا نبيلة، شكرا زهرة، ما طلع لك تحكي شيء ولكن اللي عملتيه. لا استاذ صون معلش، بعتي رسالة بوصلها لمين لو سمحت؟ تفضلي. انا البنت هلا بدي احكي برواق، انا عشان اخذ حق ماي. البنت مقوسة على بعد متر. فهمناها. صار لها 69 يوم باليوم البنت بعد ما انفتح ملفاتها. فيكم تتصلوا بالاستاذ محمود خليفي. خلصنا من هذا الموضوع، صار برسم المعنيين هذه القضيه. الام تتهم وقت. الام تشكك بانه البنت انتحرت او البنت طلع فيها الفرد بالغلط، هي بتقول انه البنت قد قتلت قتلا. فبرسم المعنيين هيدا اخبار للتحقق من الجريمه والعمل على كشف الحقائق كامله، صح؟ مصر. شكرا لك مدام لينا. بعد الفاصل موضوع كورونا الذي صار. استاذ تسكر الموضوع ما عرفتين شوي. عندي مواضيع تانية ست لينا. عم نوصل رسالة على ما عم نحكي بنفس الموضوع. ليش لي طيب تكرم عينك بس انا بدي اوصل رسالة لانه انا مشكلة. اي رسالة بعد؟ موضوع مايا. طب بأي موضوع؟ حكينا بكل المواضيع. بده ينقم السياج. ما عاملين لك باب. لا. ما بضمنهم. إذا ابني طلع عم بيهجم من قدام العالم. ايه. هو رح يضل روحي وهو رح يضل ابن قلبي. بده ينقم السياج. بده ينقم السياج أول شيء. ثانياً. ليك يا علي اسماعيل.
او انتوا يا بسمعي انا لحظة مايا لحظة. لا لا لحظة انا بجد فتوى شرعيه. خلينا نروح على فاصل، بعد الفاصل نتابع، خلينا نشوف شو في بحلقتنا لليله. بدي اعتذر لأول مرة من داخل الحجر الصحي بمستشفى الحريري، هيدا هو وضع الممرضين والمرضى. هلا كيف معنوياتك حجة؟ الدواء يلي داول اسمه بلبنان لعلاج الكورونا، هل هو فعال؟ بفيد شوي بالكورونا بس بضر أكتر بالكبد. التسجيل الصوتي للحجة وجيهة بين كمية الهلع. وزرع بسمة وسط الخوف. صار يسأل كبات التليفون أخذوها مثل برا سلطتي. الصينيين بلبنان والعالم العربي عم يتعرضوا للتنمر. أمير معنا بالاستوديو. عندما أمشي في الشوارع يخافون مني أو يشتمونني كورونا. من زمان كان في الكارانتينا لعزل المصابين بالأوبئة، وين صارت الكارانتينا اليوم؟ بطلوا يجوا يحجون للكورونا هون، كل واحد يحجر ببيته. اليانسون من دواء إلى داء، انتبهوا من العجز الجنسي والسرطان. واحد انشرب يعطي يانسون، اليانسون وليكم ما بيطلعوا رجال. قاعد لوحدك بالسنيور سهران، فجأة فيلم إباحي بيظهر على الشاشة. أكدت وقفت السينما هي كلها بشي شهر سوين أو ثمان سوين.